السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. معادنا النهاردة مع شرح غرزة جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. تابعوني بس لنهاية الفيديو، هنشرحها مع بعض خطوة بخطوة. وياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. طيب احنا عشان هنبدأ على مضاعفات العدد 6. بضاعف العدد 6 زي ما انا عايزة، وفي الاخر بزود كام غرزة؟ 4 غرز. في عندي كمان غرزة في الأول وفي الآخر، دول غرز الحافة. عدد السطور عندي 10، بنكررهم من السطر الأول للسطر العاشر. هنبدأ مع بعض في السطر الأول الأمامي ونقول بسم الله. هنبدأ أول السطر، بيبقى عندي غرزة حافة، ودي خارجة عن نموذج العينة. من أول هنا هنبدأ في غرز العينة، وهيكون عندي 2 بالغرزة العدل. الاتنين دول انا بشتغلهم مرة واحدة بس في بداية السطر الاول، ومش بكررهم. من اول هنا هنكرر في 6 غرز. طيب اول حاجة هنعملها هنعمل لفة، وبعد كده هشتغل رمز SSK. يعني ايه؟ يعني باجي الغرزة الاولى انقلها على الابرة اليمين، والتانية كمان انقلها على الابرة اليمين، هدخل الابرة الشمال في الغرزتين واشتغلهم الاتنين مع بعض 2 عدل من اللفة الخلفية. طيب بعد كده هاجي واشتغل 4 غرز بالغرزة العدل. خلاص كده احنا خلصنا الست غرز، هم دول اللي انا بكررهم. بنكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزتين مع بعض، نتابع في التكرار. خلاص كده انا كررت للمرة التانية الست غرز، اتبقى عندي كام على الابرة الشمال؟ غرزتين بس. هعمل اول حاجة لفة، وبعد كده هشتغل رمز SSK. كده خلاص غرز العينة خلصت، هنختم السطر بغرزة حافة. السطر الثاني سطر خلفي، وكل السطور الخلفية هنشتغلها بالغرزة المقلوب. هنبدأ بغرزة حافة، يبقى السطر كل غرز العينة هكون عندي بالغرزة المقلوب السطر الثاني، وكل السطور الزوجية أو الخلفية بنشتغلها بالغرزة المقلوب. هنبدأ في السطر الثالث وهنشوف تقسيمة الغرز. هنبدأ بغرزة حافة، من أول هنا هنبدأ وهنشتغل 2 بس بالغرزة العدل، ومش هكررهم تاني. يبقى احنا بنبدأ كل سطر أمامي بغرزتين عدل ومش بنكررهم. من أول هنا بنبدأ نكرر في 6 غرز. هنعمل أول حاجة لفة، بعد كده هاجي أشتغل غرزة عدل رمز SSK. ثلاثة هشتغلهم بالغرزة العدل. خلاص كده الست غرز خلصوا، وهم دول اللي انا هكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزتين مع بعض. هنشوف التكرار مرة تانية. خلاص كده انا كررت الست غرز مرة كمان، اتبقى عندي غرزتين زي ما عملتهم في السطر الاول. برضو هنيجي نعمل لفة ورمز SSK. يبقى اللي ثابت عندي في كل سطر امامي الغرزتين اللي في اول السطر والغرزتين اللي في اخر السطر. هنيجي نقفل السطر بغرزة حافة. السطر الرابع شغله زي شغل السطر التاني، هنبدأ بغرزة حافة، وكل غرز العينة هنشتغلها بالغرزة المقلوب.
ودلوقتي هنشتغل السطر الخامس. هنبدأ برضو بغرزة حافة، وهنبدأ السطر بغرزتين، غرزتين هنشتغلهم بالغرزة العدل، ودول انا مش هكررهم تاني. طيب من اول هنا هنبدأ نكرر في 6 غرز. اول حاجة هنعمل لفة، بعد كده هاجي اشتغل 2 بالغرزة العدل، هشتغل رمز SSK، واخر 2 هيكونوا عندي عدل. يبقى كده خلاص ال6 غرز خلصوا، هما دول اللي انا هكررهم، بنكررهم لغاية ما يتبقى عندي 2 بس على الابرة الشمال. مع بعض نتابع ونشوف التكرار. خلاص كده احنا قررنا للمرة التانية، بنشوف عندي على الإبرة الشمال فاضل غرزتين بس، هشتغلهم واعمل لفة ورمز SSK، ودول طبعا ثابتين دايما في نهاية السطر. خلاص كده هنختم السطر بغرزة حافة. السطر السادس شغله زي شغل السطر التاني، هنبدأ بغرزة حافة، وكل غرز العينة هتكون عندي بالغرزة المقلوبة. مع بعض هنشوف شغل السطر السابع، هنبدأ بغرزة حافة. من أول السطر هنشتغل 2 بس بالغرزة العدل ومش هكررهم تاني، يبقى دولم أنا بشتغلهم مرة واحدة ومش بيتكرروا. بنكرر من أول هنا 6 غرز. أول حاجة هنعمل لفة، بعد كده هاجي أشتغل 3 غرز عدل، رمز SSK، والغرزة الأخيرة هشتغلها غرزة عدل، ويبقى كده خلاص ال6 غرز خلصوا، هما دول اللي أنا هكررهم، بنكررهم لغاية ما يتبقى عندي 2 بس على الإبرة الشمال. مع بعض نكرر مرة تانية. طيب ومن بعد ما شوفنا التكرار للمرة التانية، اتبقى عندي على الإبرة الشمال كام غرزة؟ 2، ودول ثابتين، بنيجي نعمل لفة ورمز SSK. وهنيجي نختم السطر بغرزة حافة. وصلت معاكم للسطر التامن، وهنشتغله كله بالغرزة المقلوب، بنبدأ بغرزة حافة وبننهي بغرزة حافة. كل غرز العينة هتكون بالغرزة المقلوب، السطر الثامن زي السطر الثاني والرابع والسادس. السطر التاسع وهو آخر سطر في السطور الأمامية، هنبدأ بغرزة حافة، وهاجي برضو هشتغل 2 بالغرزة العدل ومش هكررهم تاني، يبقى الاتنين دول بشتغلهم مرة واحدة في بداية السطر، ونيجي من بعديهم من اول هنا هنكرر في 6 غرز. هنعمل لفة، بعد كده هاجي اشتغل 4 غرز عدل، رمز SSK، يبقى كده ال6 غرز خلصوا، هما دول اللي انا هكررهم لغاية ما يتبقى عندي 2 بس على الابرة الشمال. مع بعض المرة التانية نكرر.
طيب وبعد التكرار للمرة التانية اتبقى عندي على الإبرة الشمال غرزتين، هاجي برضو وأعمل لفة ورمز SSK وهنقفل السطر بغرزة حبة. وصلنا لآخر سطر هو السطر العاشر، هنبدأ غرزة حافة في أول السطر، وبعد كده غرز العينة كلها هتكون عندي بالغرزة المقلوبة. يبقى احنا اشتغلنا كل السطور الخلفية كانت شغلها بالغرزة المقلوبة. وبانتهاء السطر العاشر يكون نموذج العينة عندي خلص، وده الشكل النهائي للعشر سطور اللي انا اشتغلتهم معاكو. العشرة دول بيتكرروا من السطر الاول للسطر الاخير. يبقى احنا بنبدأ على مضاعفات العدد 6 زائد 4، وعدد السطور يبقوا 10 سطور. شايفين العينة قد ايه شكلها جميل؟ طبعا انتوا بتكرروا العينة زي ما انتوا عايزين. الغرزة هتنفع معاكم لأي عمل، كمان اي خيط تقدروا تشتغلوا بيه. اتمنى ان يكون النهاردة الفيديو نال اعجابكم، واكون وصلت المعلومة صح. يا رب لو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا لايك، ولسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. انا بشكر كل من شاهد الفيديو حتى النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.